حنفي. ايوه كده. هو انت اتجوزت المخفيه اللي اسمها صافيه دي عشان ترجع فلوسنا ولا عشان تتلام على بقيه فلوسي انا وبناتي؟ يا كده ما تخليش الغيره تعمل عينيكي، لو فكرت بعقل تعرفي ان احنا استفدنا من الجوازه دي. استفدت ايه وعقل ايه؟ انت خليت فيا عقل، انا خلاص عرضت رسالات المجانين مش عمالك الوحشه اللي انت بتعملها دي. ادي ايه وزفت ايه؟ تسمعيني ما تنسيش ان فرن عدو دلوقتي بقى ملكنا، ما كناش نحلم بده، كان بينافسنا في السوق. وبعدين حتى صافيه لما اشتغلت في المخبز قفلت علينا المخبز بتاعنا، انما دلوقتي الحته كلها بقت ملكنا، يعني اللي يشتري من هنا احنا كسبانين واللي يشتري من هناك احنا برضو كسبانين. في دي يا ابو بنات عندك حق. شفتي؟ معلش حبيبي حقك عليا، متزعلش مني. انت مش تظلميني تاني حبيبتي. اخر مرة. خلاص بسامحك. عشان كده بقى حبيبي تقوم من النجمة ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تروح رامي عليها يمين الطلق. لا ما اقدرش اطلقها. ليه؟ ما اقدرش اطلقها في ليه؟ اصل ليه؟ قطعت يا راجل، اصل ايه؟ اصل انت صافية حامل. منين يا راجل؟ منين؟ انت مش ملمستهاش؟ ايوه ما حامل من ايه؟ انا لمستهاش بس هي ضحكت عليا. معلش سامحيني.